هل من المنطقي أن تبقى الموازنة ل3 سنوات بالشكل الذي بنيت أساسا عليه، أم أن يتم الأفضل أن يتم الاستعانة بالخطط المالية القابلة للتغيير والتعديل مع أي متغيرات قد تطرأ؟ لا، هي الموازنة لسنة واحدة. قانون الإدارة المالية يقول لك هي من 1/1/31/12، لكن المادة اللي هي رابعا على ثانية من قانون الإدارة المالية رقم 6/2019 أتاحت للحكومة إرسال موازنة 3 سنوات، السنة الأولى هي المنفذة، الثانية والثالثة من حق الحكومة تسوي تعديلات عليها وإعادة إرسالها. فبالنتيجة يعني حقيقة أنا مع قد يكون إقرار سنة واحدة، سنتين ممكن، لكن 3 سنوات. وأنا يعني أنا تخوفي من شنو؟ من المبلغ. 200 تريليون سقف جدا عالي، يعني مبلغ كبير جدا، الدولة العراقية قد ما تكون توفره. فإذا البرلمان قال موازنة 3 سنوات، الحكومة هذا سقف يعني قد تلزم نفسها به بالصرف، زين ما عندنا، قد سنة وراها ما عندنا مدورة. أنا خايف يعني هذا عذرا، يعني هذه تخوفات اقتصادية يعني ما لها علاقة بالواقع. أنا خايف يجي سنة 24/25 وهذا السقف العالي الحكومة ما تسوي تقشف، يلجؤون إلى أمور سووها بعض الاقتصاديين القريبين من الحكومة في السنوات السابقة، ضربوا العملة مالتنا إلى اليوم السوق ما مستقر. بعضهم يقول موازنة 2021 اقترع الحكومة إرسال جميع أملاك الدولة للبيع ودزوها بالموازنة، شفتها بعين يعني دزوها للموازنة. ولولا اللجنة البرلمانية المالية حاسة أتذكرها مال 49 سقطتها، كان أسد الدولة مفلسة لا عندها بنايات ولا شيء، كلها انباعت. فهذا السقف العالي إذا قررناه لهم للسنوات القادمة اللي قد تكون ماكو إيرادات نفط ضخمة، قد يلجؤون إلى تغطية العجز بطرق حقيقة تفلس الدولة العراقية. فنعم أنا مع أنه سنة واحدة، سنتين مع إجراء تعديلات، يعني إذا خفضناها لل 150-160 تريليون وحطينا بصندوق التنمية اللي الحكومة حقيقة مشكورة بهذه الخطوة، حط الصندوق للتنمية، إذا حطينا 20 تريليون 25 تريليون تحوطا للمشاريع الاستثماريه حتى ما تتلكم سنوات تذبذب النفط، نعم هنا احنا قدرنا نقر موازنه 3 سنوات بالجانب الاستثماري، مشاريعنا ما راح تتلكم منها 3 سنوات، هذا ممتاز وانفاقنا حيكون معقول ومتحوط وحتتحول من البنود الى البرامج. فانا مع وضع مبلغ 20-25 تريليون سحبه من هذه الموازنه من نفقات وضعه في صندوق التنميه تحوطا للمشاريع الاستثماريه الحكوميه حتى ما تتلكم، نعم هذا 3 سنوات. هذا أعتقد خطوة مباركة وممتازة.